الاهلي هيلعب يوم الاحد اول ايام عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين. مباراته الاولى في دوري ابطال افريقيا في دور ال 64 او الدور التمهيدي امام اطلع بره الجنوب السوداني. ماذا يرتب الاهلي لمباراه اطلع بره في برج العرب؟ التذاكر هتمشي ازاي؟ الجمهور من حقه يروح يعيد مع الاهلي يوم العيد ويطلع بره على برج العرب؟ معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. يا سياده العميد مساء الخير. يا استاذ ابراهيم ازي حضرتك؟ يا كابتن عدلي اهلا بيك، منورنا. الله يخليك، الله يخليك كابتن، ربنا يخلي حضرتك. عارفين ان انت يعني ابو العروسه مظبوط في اليومين دول، ما بين العمل الداخل النادي الاهلي والاستعداد للموسم الجديد والاجابات اللي بتطلع والاجابات اللي بتيجي، والله يكون في عونك. ربنا يخليك. هو طبعا يعني اولا بس يعني بننعي شهداء الوطن في الحادث الارهابي امبارح الغشيم ده، ويعني مش هنقدر نقول حاجه اكثر من ان احنا بنزيد الافراج لمواجهه الارهاب، واصرار تبقى دايما في ظهر المنطقه العسكريه ضباط وجنود وصف وضبط الداخليه ضباط وجنود لمكافحه الارهاب. وطبعا احنا لازم كلنا بنتكاتف وبننعي اسر الشهداء، وربنا دايما يعني يعوضنا خير ان شاء الله باذن الله، والسفر اللي جاي باذن الله خير على شعب مصر كله. انا اظن يا سياده العميد يعني ان هذه الاحداث تزيد لحمه الشعب وتمسكه واصراره انه يبقى مع بعضه ويكمل، يعني ما بتاخدش من عزيمته زي ما الناس تتصور، او بالعكس ده بيعرفوا ان فعلا ان في البلد ده بيتعرض لمخاطر تحتاج اللحمه بقوه. مؤكد يعني. ورغم كل الظروف ربنا سبحانه وتعالى بيعز البلد دي بقياداتها وبناتها وبناتها المصريين، واحنا شفنا رغم كل ده انت نظمت بطوله الامم الافريقيه اللي الناس كلها اشادت بيها. صحيح. تنظيم والدولي اشاد بيها في التنظيم، والحمد لله رب العالمين رغم كل ده، وانت برضه في نفس الوقت عندك ما فيش حادث واحد حصل. وده برضه هرجع تاني، ده النادي الاهلي والمجتمع اللي بيعمله. كابتن محمود الخطيب من اول يوم تولى المجلس كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره، ده دور النادي الاهلي بيعمله، دور الوطني زي ما انتم شايفين برضه، ده دورنا في المجتمع. احنا رغم كل هذه الظروف القاسيه من اول يوم كان العاطف كان كابتن محمود الخطيب يعني بيحملوا ازاي في عوده للجماهير النادي الاهلي والجماهير بصفه عامه للكره المصريه في الملاعب. احنا اول ما اتكلمنا كان الجمهور الناس بس تتذكر كنا بكشف 300 و300، النهارده مجلس اداره كابتن محمود الخطيب وكابتن محمود قاعد يتحرك لغايه ما وصلنا بالتنسيق مع السيد الدكتور اشرف القضيه الشباب والرياضه، ابتدينا وكانت خطوه ايجابيه، يعني كانت خطوه ايجابيه ان انت في الدوري العام كان عندك 5000، على مدار بطوله افريقيا كان الامن الوافي ب 10 والوافي ب 20، وبيفق في الماتشات الهامه كان بيفتح لنا اعداد الجمهور بوصلت ل 50000 رغم الظروف الصعبه. الناس دي يعني الجهات الامنيه بتتحمل مسؤوليه، يمكن انا ليا شرف ان انا عشت 22 سنه في هذا المجال، مجال مكافحه الارهاب، وعارف قد ايه هم بيتعبوا، وعارف قد ايه المسؤوليات بتبقى عليهم تامين الارواح، وعارف قد ايه هم بيقعدوا في الشوارع. مباراه اول يوم العيد يمكن الامن وافق على 10000، رغم انا عارف كويس قوي الاعلانات الاساسيه عوده الجماهير بدايه من الموسم القادم اللي هو هيبدا في شهر سبتمبر ان شاء الله باذن الله، اسوه بما حدث في بطوله افريقيا. وده كان الاجتماع اللي حصل معانا وحضر فيه كابتن سيد مصر على النادي الاهلي في اتحاد الكوره، والناس بس قالت هنعدي نقفل الموسم ده على خير، وبدايه من الموسم الجديد هيبقى فيه شكل ثاني خالص لعوده جماهيرنا. فبناء عليه المواقع الامنيه جت، وهيبقى اول يوم العيد مباراه تطلع بره ب 10000. النادي الاهلي بيحترم القرار الامني وبيناشد جماهيرنا برضه للصوم، ده هيبقى اول يوم العيد. فتخيل بقى النهارده كم التامين اللي هيبقى موجود لتامين هذه المباراه، بالاضافه لتاسيس البلد في الاحداث اللي احنا عايشين فيها عشان خاطر العيد. فطبعا احنا يعني بنتعاون وبنمد ايدينا ونتاكد ان جماهيرنا وجماهير النادي الاهلي على وعي يعني وادراك قوي جدا. ان شاء الله باذن الله في المباراه باذن الله يعني ليها شكل وطابع خاص باذن الله، وده موسم افريقي، وده عشان نقول ثاني مره اخرى للحلم الافريقي ان شاء الله، وهو ده الهدف الاساسي اللي كابتن محمود خليل خلال الفتره اللي فاتت وتابعين فريق كره القدم، فان شاء الله تبقى مباراه على خير باذن الله. المفروض الاليه لحجز التذاكر هتمشي ازاي يا سياده العميد؟ ان شاء الله باذن الله احنا هنفتح الحجز الالكتروني السيستم الساعه 12 مساء من اليوم النهارده،
النهارده 12 مساء يعني كمان ساعة ونص هيبدأ حجز التذاكر إن شاء الله بإذن الله، وهيتم غلقه يوم الأربعاء صباحا في الساعة 8 صباحا، بحيث الشركة المنوطة باستلام التذاكر تستلمها يكون يوم الخميس ابتدينا توزيع التذاكر على جماهير النادي الأهلي. وبرضه كالعادة إن شاء الله في تنسيق في الاجتماع بكرة في اسكندرية الساعة 2 ظهرا مع مدير أمن اسكندرية مشكورين، اللي في تذاكر برضه هيبقى في منفذ في استاد اسكندرية كالعادة، أو يعني حسب ما المكان اللي هيحدده الأمن عشان خاطر الناس راغبي جماهير النادي الأهلي راغبي الحصول على التذكرة وما عندهمش القدرة الدخول على السيستم يشتروها من المنفذ كالعادة، وإحنا النظام ده اتبعناه خلال الموسم السابق وإن شاء الله بإذن الله هنتابعه في المباراة القادمة لغاية أما يطبق النظام الجديد اللي الاتحاد المصري لكرة القدم مع الدولة المصرية هيفرضوه على او هيبقى في تنسيق مع الانديه المصريه كلها نظام تذكرتي او نظام التاون اي دي، ودي كانت يعني محترمه جدا. يمكن النادي الاهلي كان طباق دايما فيها ونفذ جزء بقالنا اكثر عليه، ولكن هنلتزم ان شاء الله باذن الله في تعاون فيها بشكل جيد جدا ان شاء الله، ازاي جماهيرنا ترجع بالشكل الطبيعي ما يبقاش محدد العدد، لا هيبقى العدد ان شاء الله على كامل الاستادات وسعه الاستادات ان شاء الله باذن الله. يا سياده عميد دلوقتي قلت لي كلمة مهمة جدا، الجماهير وكيفية الاستعداد لاستقبال الجماهير الموسم القادم. هل النهاردة اتحددت الملاعب بدقة وحسم بحيث ان الاهلي يقدر يعرف من اول الموسم لاخره الملاعب اللي هيلعب عليها مثلا؟ الاهلي حدد الملاعب بتاعته باتفاق مع والتنسيق مع جهاز كرة القدم حفيظه، وبعد العرض طبعا في النادي، وفي بالفعل احنا حددنا استاد القاهره ده الملعب نمره واحد للنادي الاهلي، وتعاقدنا معاهم بالفعل الكابتن علي درويش من اسبوع عشان خاطر استكمالا لملف كره القدم اللي بيتقدم في الاتحاد. اما الملعب الثاني هيبقى ملعب الثلاث، الملعب الثالث لينا برج العرب ان شاء الله باذن الله، ده طبقا للمعايير الفنيه اللي جهاز كره القدم اختارها، وطبقا للمعايير بالتنسيق مع الامن والتنسيق مع اتحاد كره القدم. استاد القاهرة النهاردة يعني عندهم بس هيعيدوا لمدة شهر أو شهر ونص زي ما أنا قلت برضه تاني، اللي بداية من موسم الجديد 17/9 دي توجيهات القادة السياسية اللي احنا استاد القاهرة هيرجع يشتغل تاني، الاستاد الثاني هيشتغل تاني، الملاعب هتبقى اللي تم تجهيزها وتطويرها زي ما احنا شفناها كده في بطولة أفريقيا هتستغل بشكل يعني لائق الجماهير المصرية، وده بطمن الناس ما يلاقوش في يعني تحركات الحمد لله بشكل كويس، رئيس النادي بيتحرك بيها بشكل كويس، يمكن ثلاث عصير اعلن برضه بعد الاجتماع ان النادي الاهلي متمسك بوجود جماهيره، وفي نفس الوقت احنا عندنا ثقه كامله بجماهيرنا اللي هم هيبقوا متواجدين معانا في الفتره اللي جايه ان شاء الله بالشكل اللي هيرضيهم، وانا بدعوهم بس يعني على طول احنا بنقول ليهم يعني ما تسرعوش واحده واحده بالتنسيق والتعاون مع الامن. النادي الاهلي يعني الحمد لله سبحان ربنا سبحانه وتعالى كان موسم صعب علينا جدا جدا زي ما انتم كنتوا بتقولوا دلوقتي، وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بالفوز بالدوري العام الدوري 41، ودي طعم خاص يمكن زي ما حضرتك قلت رئيس الاتحاد الدولي ارسل برقيه تهنئه للاتحاد المصري عشان خاطر يوصلها للنادي الاهلي، وبالفعل برضه كابتن محمود الخطيب ان شاء الله باذن الله خلال ساعات يعني قليله هيرد على هذه التهنئه، فربنا يسهل. انا بقول لهم يعني احنا الجماهير المصريه واعضاء الجمعيه العموميه وزي ما انا قلت امبارح برضه احنا بنتابع رئيس النادي الاهلي بيتابع كابتن محمود الخطيب بيتابع يعني بشكل يومي كافه الانتقادات قبل الاشاده، يعني دايما هو بيقول احنا ما بننتظرش الشكر قد ما بننتظر اللي احنا بنعمل اللي علينا تجاه النادي الاهلي، فربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. اسعار مباراه الحد هتكون ازاي يا سيد العميد؟ احنا عملنا التذكره الموحده هتبقى ب 30 جنيه، التذكره الاولى هتبقى ب 100 جنيه، المقصوره هتبقى المقرنيه هتبقى ب 200 جنيه، وده عشان خاطر برضه يعني هنبدا بدايه يعني جديده ونبدا بدايه كويسه، وده لسه الدور ال 64 واحنا بنناشد الجماهير انها تبقى متواجده معانا باذن الله في هذه المباراه. ومباراه العوده في برج العرب برضه. مباراه العوده في برج العرب اختيار برضه الجهاز الفني عشان يحصل نوع من الاستقرار، يعني خلاص احنا قعدنا في الاجتماع فمش هنفضل نقول ونطلب، احنا عايزين استقرار لفريقنا نمره واحد طبعا. فهو اختاروا دايما برج العرب بحيث هو بيبقى عنده المعسكر بتاعه هناك مغلق بيبقى عنده استقرار هناك، فالاتحاد بتاعت الملعب فنيا فاحنا اخترناه برج العرب ايابا وعوده هتبقى ان شاء الله. وبرضه احنا هنبقى يعني بدايه من سبتمبر هنرجع نحقق طموحات ان شاء الله جماهيرنا المصريه ونلعب باذن الله في استاد القاهره اللي احنا كلنا منتظرينه ان شاء الله. هنبقى برضه مسؤولين عن التنظيم في المباراه الثانيه ولا هيجي حد من
من يطلع بره هو يدخل جوه. مطمئن على التنظيم في مباراتين، مطمئن على التنظيم. الاهلي طبعا الحمد لله ليه دايما الخبرات التنظيميه، واحنا يعني هم ثقه منهم اوكلوا التنظيم الى النادي الاهلي ايضا. الحمد لله يعني هو المباراه الاولى بتاعتنا والثانيه بتاعت اطلع بره. ان شاء الله، وكابتن محمود الخطيب وافق على يعني تنظيم المباراتين، وهم هيبقوا ضيافه النادي الاهلي خلال فتره تواجدهم في البلاد يعني في مصر ان شاء الله، حين مباراه العوده وحين عودتهم بسلامه ثاني لبلادهم في السودان ان شاء الله باذن الله. أشقاء كابتن خطيب النهارده كان بيتفقد المنطقه الترفيهيه والانشاءات منشآت الأكاديمية في مدينة نصر، هل كان في ملاحظات معينة؟ هو كابتن خطيب امبارح الحمد لله رب العالمين احنا افتتحنا المدرج او الخطة المدرج اللي كان بداية من مجلس إدارة كابتن حسن حمدي في 2006 و2007، كانت هذه الخطة المستقبلية لقطاع كرة القدم، وكان تم إنشاء هذا المدرج عشان خاطر يشمل يعني زي ما شفنا امبارح المرحلة الأولى بتاعته، غرف انشاء غرف فرع ملابس على مستوى عالي جدا للاعبين، وبقت غرفتين مش غرفه واحده، انشاء وحده علاج طبيعي على احدث مستوى، انشاء وحده علاج استشفاء، اجهزه الاستشفاء اللي موجوده الجديده، صارت اعداد بدني للجيم على اعلى مستوى، تحديثة المرحله الاولى، المرحله الثانيه ان شاء الله واللي الكابتن كان بيتكلم فيها مع مستشار هندسه سامع علي كامل امبارح ازاي الدور الثاني هيبقى الفندق واقامه اللعيبه فيه، وهيبقى في المرحله الثالثه الاخر دور في المدرج ده غرف على ملابس الفرق الجماعيه، ويمكن التطور ده وضع من 2006 2007، وانتوا علمتونا ازاي احنا بنحترم المجالس الطبقه وازاي بنحترم الادارات التنفيذيه الطبقه، وهي دي الاجيال اللي في النادي الاهلي اللي بتسلم بعضيها، وان شاء الله باذن الله يعني يمكن انا قلت امبارح برضه كابتن محمود خطيب وضع برنامج انتخابي، ويعني احنا بنسابق الزمن عشان نتذكر كابتن عادل استاذ ابراهيم وحضرتك كابتن عادل طبعا انت استاذنا كنت موجود معانا في سرعه غير عاديه، انا امبارح حتى قلت له يعني هندي لسامح راحه ساعتين عشان خاطر نكمل بعد كده المتطلبات اللي احنا عايزينها، وجيت النهارده الصبح اللي احنا رحنا مدينه نصر عشان نقف على اخر تطورات بالنسبه للمنطقه الترفيهيه، ودي في خلال ايام ان شاء الله باذن الله اعضاء الجمعيه العموميه هيسعدوا بالافتتاح في وجود مجلس اداره النادي الاهلي، وفي نفس الوقت تطوير اكاديميه الكوره برئاسه طبعا كابتن خالد بيد مدير اكاديميه الكوره، بنطورها في مدينه نصر بالكامل، المبنى الاداري والملاعب الاكاديميه واستحداث ملعب اخر عشان خاطر يبقى فيه سعه لاعضاء الجمعيه العموميه وسعه للخارج اللي هم الناس اللي بتيجي معانا بتشارك في اكاديميه النادي الاهلي من خارج النادي، بحيث نوفر اكبر عدد ممكن من الملاعب. فالنهارده الصبح رحنا زي ما اخذ الراحه بتاعته ساعتين واحنا ارتحنا معاه، رحنا مع الكابتن النهارده الصبح واطلعنا على الموضوع بالكامل، وهو طبعا يعني وعده خلال ان شاء الله باذن الله بعد العيد هنفتتح الاكاديميه، وفي خلال ايام قليله جدا جدا هنفتتح المنطقه الترفيهيه بتاعت منطقه الحمامات مجمع حمامات السباحه اللي هو في مدينه نصر ان شاء الله. ده لخدمه الاعضاء، يعني انت ما بتكثفش كل هذه المنشات والشغل للكوره ولا النشاط الرياضي، كمان خدمه الاعضاء مساله مهمه جدا. انا اللي عاجبني في الموضوع ان النادي الاهلي ماشي في كل الامور بشكل متوازي، كلها النشاط الرياضي، الكوره، المنشات، التطوير، كله ماشي جنب بعضه. بس ده يقودني برضو ان علمت ايضا ان بدأ العمل في منطقه الصالات في الشيخ زايد، حقيقة هذا الأمر ولا هيبتدي امتى؟ بدأنا العمل فعلا في منطقة الصالات في الشيخ زايد، وبدأنا احنا خلاص في القريب العاجل جدا برضه المهندس علي سامح هيسلم لكابتن محمود خطيب رئيس النادي، هيسلموا منطقة البنوك، ودي هتبقى أكبر منطقة بنوك في الأندية برضه مع إشارة العقاري عشان يبقى احنا وفرنا هناك منطقة خدمية لأعضاء النادي ده في الشيخ زايد. الشيخ زايد شهر عقاري على أحدث مستوى، خاطبنا وزارة العدل عشان خاطر احتياجاتهم، بحيث المهندس سامح هو شغال بيوفر الاحتياجات اللي محتاجينها كشهر عقاري، وفي نفس الوقت المزايده بتاعت البنوك يمكن هتتعرض بكره باذن الله في مجلس اداره النادي الاهلي عشان خاطر لجنه البث فيها، وهيبقى اكبر مجمع برضه للبنوك في الانديه. الحمد لله يعني يمكن كابتن محمود بيتحرك ل يعني في شقين، الشق الرياضي والحفاظ على النادي الاهلي في العمل المؤسسي والعمل الجماعي، وازاي الناس تتحرك وتشتغل مع بعض بحب، وازاي الناس تتعامل وتشتغل مع بعض بدون يعني بانكار الذات، وفي نفس الوقت اتجهنا النهارده برضو اتجاه يعني ده مفروض على كل مجالس الادارات او الادارات الموجوده، ازاي بتحاول النهارده برضو القطاع الخدمي للاعضاء على مستوى ثلاث فروع، ويمكن النهارده عندنا الفرع الخامس برضو ان شاء الله من ضمن الخطه لرئيس النادي اللي احنا هنبدا فيه خلال الايام القليله ان شاء الله. لسه كنت هسالك والله
كنت هترازل واقول لك وماذا عن التجمع؟ لا ما احنا شغالين فيها بصراحه يعني. شوف انا واحد من الناس، ويمكن يعني الناس كلها عارفه، انا كنت يعني مع المهندس سامح بالذات، هو اخ عزيز وفاضل وربنا يديله الصحه بصراحه على المجهود اللي بيبذله معانا. يعني واحد من الناس انا بتحرك بسرعه شويه، يمكن يعني المهندس سامح بيفاجئنا بالمشروعات او الانشاءات اللي احنا بنشوفها على اعلى مستوى بصراحه، فله يعني معاه عذره في الوقت، لان الاجراءات مش عايز اقول للناس يعني الاجراءات بتبقى صعبه قد ايه، من استخراج ترخيص لاجراءات والاعمال اللي يعني انت ما بتبنيش النهارده ما يعني انا اسف يعني مش مبنى قائم واحنا بنشطبه، لا يعني النادي الاهلي النهارده احنا دخلنا في قصه ثانيه، انت بتغير بنيه تحتيه بالكامل على مستوى ثلاث فروع، بتبدا تنشئ فرع خامس فرع رابع في التجمع الخامس، عندك النهارده نفس القصه في مرسى مطروح، وبتقدم خدمات او بتحاول تقدم خدمات على اعلى مستوى على قد ما بتقدر. النهارده السوشيال ميديا اللي موجوده انت بتتابعها بمنتهى السرعه وبتتابع النقد زي ما بنقول على طول، ونستفيد من النقد اللي موجود، لان احنا ده يعني اولا بنخدم يعني اولادنا وبنخدم بيتنا قبل ما بنبدا، احنا شايفين النادي الاهلي وانت عارف يا كابتن عادل يا استاذ ابراهيم، مش النادي الاهلي هو شغل، لا احنا بالعكس احنا عايشين فيه موجودين فيه، فاحنا بنخدم اولادنا وبنخدم بيتنا. احنا النهارده لسه كنا بنتكلم الصبح على المنطقه الخدمات اللي هي المطاعم اللي فتحت في نصر دي، نقلت النادي الاهلي او نقلت الانديه في منطقه ثانيه خالص، يعني حتى الانديه النهارده كلها بتتكلم ازاي احنا ما عندناش زي النادي الاهلي منطقه زي دي. النهارده انت كابتن محمود نجح اللي انت بيجبر الابناء والشباب اللي هم ما خرجوش بره النادي زي ما احنا كنا بنعمل، احنا كنا بنيجي من الصبح لغايه الساعه 12 بالليل قاعدين جوه نادينا، كل حاجه موجوده. النهارده بقى عندك يعني عايز تخرج بره عشان خاطر مطاعم معينه بقى عندك المطاعم موجوده، عايز تخرج بره عشان حاجه خدمات معينه بقت الحاجه الخدمات دي موجوده، وبنوفرها على مستوى الثلاث فروع على قد ما نقدر. فانا يعني الحمد لله بنقول للناس يعني احنا قريبين جدا جدا سواء من اعضاء الجمعيه العموميه، قريبين جدا جدا من جماهيرنا، رئيس النادي الاهلي بيتحرك بسرعه جدا جدا، يعني ربنا يعيننا بس الفتره اللي جايه ويعينه اللي احنا نقدر، يعني انا بقول دايما يعني احنا بننفذ دلوقتي ده يعني بيتنفذ على اكثر من دوره انتخابيه. احنا النهارده انجزنا في خلال شهر يعني لا شيء مبهد مبدع يعني ومبهد. الاسوار والبوابات الجديده يا سياده العميد في ميعاد محدد لاستلامها؟ دي برضه من ضمن الخطه، انت عندك بوابه مدينه نصر خلاص يعني اوشكت على الانتهاء، ولكن في هناك بعض التعديلات مع المهندس سامح، بيقول لك المهندس سامح برضه دقيق جدا جدا فما بيستلمش الحاجه غير فعلا اللي هي تصحيح بالمواصفات يعني الكامله. المواصفات الكامله خلاص يعني، لان برضه كابتن محمود الخطيب النهارده مش يعني انت بيدقق معاك في الكلمه وبيدقق معاك في الحرف وبيدقق يعني يعني لازم بنستلم الحاجه اللي فعلا تليق بالنادي الاهلي. صحيح. لان القصه دي انت النهارده ما بتعملهاش عشان خاطرك انت النهارده واحنا موجودين، لا احنا بتعملها عشان اجيال القادمه ان شاء الله باذن الله وتقعد معانا فتره طويله ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال اخير، مباراه الحد هي مباراه اطلع بره، يعني هي المنظم للمباراه الفريق الجنوب السوداني، والمباراة الثانية مباراة الأهلي، هل في اتفاق على الدخل بتاع المباراة الأولى وهي مباراة اطلع بره، الأهلي مسؤول عن التنظيم واستضافة الفريق الضيف ولا الأمور منسقة ازاي؟ لا هو في اتفاق طبعا، يعني في اتفاق بيننا وبينهم، احنا في جزء التنظيم هيبقى خاص بالنادي الأهلي، جزء الاستضافة للفريق الضيف هيبقى برضو احنا النادي الأهلي بيتحمله، وده برضو ده النادي الأهلي يعني. صحيح. النهارده عشان خاطر ده دور النادي الاهلي برضو في الرياضه، دور النادي الاهلي النهارده ازاي علاقتك بالدول العربيه والدول الافريقيه، دور النادي الاهلي في افريقيا. أيوة. النهارده كان ممكن نروح هناك عندهم جنوب السودان، لكن هم مشكورين يعني الملعب غير جاهز، احنا عايزين نفضل نلعب عندكم. طبعا النادي الاهلي يعني وافق وخاطبنا الجهات الامنيه اللي هي بدورها برضو وافقت على طول، فبالنسبه للقصه دي احنا مش قد الحاجات بتقوله بقى اللي احنا الدخل رايح فين، على قد الرساله والمعنى نفسها. فالمباراة الأولى، المباراة الأولى تنظيميا هو صاحب الأرض، والمباراة الثانية الأهلي هو صاحب الأرض. تمام. ربنا يوفقك. الحقيقة يعني النهارده الأشقاء السودان لما يجوا هنا هم أصحاب الأرض فعلا، وإحنا هنلعب المباراة معاهم ودي بلدهم مصر. صحيح. إحنا هنلعب معاهم المباراة وهم أصحاب الأرض. صحيح. وإحنا بننظم وبنأمنهم والجهات الأمنية كلها بتتعاون معانا، وهيبقى أول يوم العيد زي ما أنا بقول. ان شاء الله باذن الله مباراه جيده باذن الله يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.